بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم. أعزائي الطلبة والطالبات، سعيد أن أقدم إليكم درس إحصاء وتعبير بياني. في هذا الدرس سنسعى إلى تمكين الطالب من القدرة على استخدام الأساليب الإحصائية لجمع وعرض وتلخيص ومعالجة البيانات، مع تمكينه أيضا من الأساليب الإحصائية لتفسير نتائج تحليل هذه البيانات، التنبؤ وقياس الظواهر الإحصائية، والقدرة على التعليق على المؤشرات والمعالم والمقاييس التي يتم حسابها، وذلك من خلال تناول أهم المفاهيم الأولية المرتبطة بعلم الإحصاء والإحصائيات: المجتمع الإحصائي، الوحدة الإحصائية، العينة الإحصائية، والمتغير الإحصائي. لنتطرق في مستوى ثان إلى أهم التوزيعات التكرارية لديستريبيوشن دي فريكونس، التي يمكن أن تكون إما أصلية أو متراكمة، مطلقة أو نسبية. في المحور الثالث سنتطرق إلى أهم التمثيلات المبيانية لي ريبريزونطاسيون غرافيك، وتتمثل أساسا في الدياغرامات، المبيانات القطاعية، المضلعات، الهيستوغرامات، والمدرجات. سنركز في المحور الرابع على أهم مقاييس النزعة المركزية les paramètres de position centrale، وهي الوسط الحسابي، المنوال، الوسيط الحسابي، وبعض المتوسطات الأخرى. مقاييس التشتت les paramètres de dispersion، وهي المدى، الربيعات وتوابعها، الانحرافات، التباين، الانحراف المعياري، ومعامل الاختلاف. وسنتناول في محور الارتباط والانحدار كيفية حساب بعض معاملات الارتباط لا كوريلاسيون، ومعادلة خط الانحدار لا ريغريسيون، وأخيرا التواء وتفرطح البيانات الإحصائية. فإذا ما هو علم الإحصاء؟ الإحصاء هو مجموع المناهج الكمية والأساليب القياسية التي تمكن من جمع وتنظيم وترتيب وتبويب البيانات لي دوني أو المشاهدات لي زوبسيرفاسيون أو الظواهر لي فينومين، والأساليب القياسية التي تمكن من تلخيص وعرض ومقارنة وتحليل هذه البيانات، معرفة القوانين لي لوا ودراسة العلاقات بينها، واستخلاص النتائج من أجل اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة وإصدار أحكام جيدة. والإحصاء نوعان: إما إحصاء وصفي، ويمثل الطرق الرقمية أو الحسابية لجمع المعلومات أو البيانات وتلخيصها واختصارها وعرضها في صور مناسبة، جداول، رسوم بيانية، وحساب بعض المؤشرات الإحصائية البسيطة، وقياس بعض الترابطات. وإما إحصاء استدلالي، ويعنى أساساً بتحليل البيانات المتوافرة عن العينة كأساس لتحليل ووصف بيانات المجتمع من خلال أساليب الاحتمال والتقدير والتنبؤ واختبار الفروض. فالباحث في هذا النوع من الإحصاء لا يقتصر على جمع ووصف المعلومات أو البيانات التي تخدم هدفه فقط، وإنما يقوم كذلك بتحليلها، التحليل الذي يراه مناسبا لاستنتاج المقاييس والمعاملات المناسبة لتعميم النتائج وتقدير المستقبل منها. المنهج الإحصائي، ويقصد به مجموع الأساليب المتنوعة المستعملة لجمع المعطيات الإحصائية وتحليلها تحليلا رياضيا لغرض إظهار الاستدلالات العلمية التي قد تبدو في الغالب غير واضحة. ويتلخص المنهج الإحصائي في وصف البيانات من خلال جمع وتبويب وتلخيص هذه البيانات وعرضها في شكل جداول إحصائية أو تمثيلات مبيانية وحساب بعض المؤشرات الإحصائية البسيطة. والاستدلال الإحصائي، وهو أيضا من أهم الوظائف المستخدمة في البحث العلمي، ويستند على اختيار جزء معين من المجتمع يسمى عينة، بغرض استخدام بيانات هذه العينة
في التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة من خلال تقنيات التقدير، وهو حساب مؤشرات من بيانات العينة كتقدير للمجتمع وتسمى معالم دي بارامتر، أو اختبار الفروض من خلال استخدام بيانات العينة للوصول إلى قرار علمي سليم بالاعتماد على بعض النظريات الإحصائية المعروفة. وأخيرا التنبؤ، وفيه يتم استخدام نتائج الاستدلال الإحصائي التي تدلنا على سلوك الظاهرة في الماضي لمعرفة ما يمكن أن يحدث لها في الحاضر والمستقبل من خلال مجموعة من التقنيات الرياضية التي يمكن أن تستخدم للتنبؤ بما يمكن أن يحدث للظاهرة المدروسة في المستقبل. المجتمع الإحصائي La population statistique، وهو مجموع الوحدات أو المفردات أو العناصر أو المشاهدات التي تتكون منها ظاهرة معينة والتي تشترك في صفات وخصائص محددة ويرمز له بالرمز N. الوحدة الإحصائية أو الفرد أو الجزء أو الكائن الواحد الذي يشكل مجتمعا إحصائيا، فكل عنصر من المجموعة أو الساكنة الإحصائية التي تخضع للدراسة يسمى فردا أو وحدة إحصائية. فكمثال، من مجموع 35 دولة تشكل ساكنة إحصائية يمكن أن نعتبر دولة واحدة وحدة إحصائية. المجتمع الإحصائي La population statistique يمكن أن يكون مجتمعا إحصائيا حقيقيا une population statistique finie limitée، وهو مجتمع محدود معلوم منتهي مضبوط، وهو مجتمع يتوافر له إطار كامل ومتكامل، كمثال عدد الطلبة في مسلك دراسي معين بإحدى الكليات. أو المجتمع الإحصائي الافتراضي La population statistique infinie, illimitée، مجتمع غير محدود غير معلوم لا نهائي، الذي يفترض الباحث أن جميع مفرداته تجمعها خصائص معينة محل اهتمام الدراسة كمستعملي طريق السيارة مثلا أو عدد أوراق الأشجار. العينة الإحصائية، وهي جزء من المجتمع سابق تحديده، يتم اختيارها بأحد طرق المعاينة المعروفة بحيث تمثل جميع صفات المجتمع المدروس. ففي بعض الأحيان يكون من الصعب ملاحظة بيانات جميع أفراد المجتمع لاستحالة ذلك أو لما يمكن أن يكلف من جهد أو وقت أو مال، وللتغلب على ذلك يمكن اختيار جزء من مجتمع الدراسة يسمى بالعينة ويرمز له بالرمز N صغيرة، ويمكن تقسيم العينات وفق أسلوب اختيارها إلى نوعين، عينات احتمالية وعينات غير احتمالية. العينة الاحتمالية وهي عينة عشوائية ويمكن أن تكون عينة عشوائية بسيطة أو منتظمة أو طبقية أو متعددة المراحل، ومعروفة أيضا بالعينة العشوائية العنقودية، فيما تتشكل العينة الغير احتمالية من نوعين، عينة عمدية أو عينة حصصية. العينة العشوائية البسيطة هي عينة تختار بحيث يكون لكل مفردة من مفردات مجتمع الدراسة نفس فرصة أو نفس احتمال الظهور، وهي طريقة تتبع في مجتمع معلوم العدد والمفردات، كما يستحسن استخدامها في مجتمع متجانس، لأن من أكبر عيوب هذه الطريقة تعنقد العينة، أي أن تتركز في فئة معينة من فئات المجتمع الإحصائي ولذا تصبح غير ممثلة للمجتمع. فإذا أراد باحث مثلا سحب عينة تتكون من طالبين بفصل دراسي يتكون من 6 طلبة، فإن العينات التي يمكن سحبها بدون إحلال في هذه الحالة مثلا 15 عينة مثلا كطالب رقم 1 والطالب رقم 2 مثلا، طالب رقم 2 والطالب رقم 5 كمثال، طالب رقم 3 والطالب رقم 6 مثلا، الطالب رقم 5 والطالب رقم 6. العينة العشوائية المنتظمة، ويتم في هذه الطريقة
ترتيب وتنظيم مفردات المجتمع بطريقة عشوائية، ثم تختار مفردات العينة منها بطريقة أو نسق منتظم، مثل اتباع متوالية إما مثلا عددية أو هندسية. فإذا أراد باحث اختيار عينة تتكون من 30 مفردة من مجتمع يضم 450 مفردة، أولا على الباحث أن يرتب مفردات المجتمع ترتيبا عشوائيا ويعطيها أرقاما متسلسلة من 1 مثلا إلى 450، ثم يقوم بحساب نسبة العينة من المجتمع، بحيث أن 30 مفردة مشكلة للعينة على 450 مفردة مشكلة للمجتمع تمثل 1 على 15، بحيث أن كل عنصر من العينة يمثل 15 عنصرا من المجتمع الإحصائي. يتم اختيار رقم عشوائي، مثلا كأن أنطلق من العينة أو العنصر رقم 2 وأنادي على العناصر الأخرى المشكلة للعينة باعتماد نسبة العينة العدد 15، بحيث أن أرقام وحدات العينة ستكون الرقم 2، الرقم 17، أو الرتبة 17، الرتبة 32، الرتبة 47، وهكذا حتى تكتمل 30 وحدة. العينة العشوائية الطبقية، وتفوق الطريقتين السابقتين في مدى تمثيلها لمجتمع الدراسة، لذا يفضل استخدامها في المجتمعات المتباينة، في المجتمعات المتباينة، بحيث يتم توزيع العدد بين طبقات حسب وزن كل طبقة، وتختار مفردات كل طبقة بالطريقة العشوائية، إما البسيطة أو العشوائية المنتظمة التي سبق رؤيتها. فمثلا إذا أراد باحث اختيار عينة طبقية تتكون من 240 طالبا من مجموع طلبة جامعة 6000 طالب، بحيث أن عدد طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 1000 مثلا، عدد طلبة كلية العلوم التربية 2500. في مرحلة أولى يتم تحديد وزن كل كلية حسب عدد طلبتها منسوبا لمجموع طلبة الجامعة، بحيث أن يشكل طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية سدس مجموع طلبة الجامعة، في حين يشكل طلبة كلية العلوم والتقنية ثلث مجموع الطلبة، ليتم تحديد عدد مفردات العينة بضرب وزن كل عينة أو كل طبقة من مجموع أفراد أو عناصر العينة الإحصائية، بحيث أن طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 40 عنصرا من مجموع العينة، وطلبت مثلا كلية العلوم والتقنيات 80، وهكذا ليتم اختيار مفردات كل طبقة بالطرق العشوائية التي سبق ذكرها، بسيطة كانت أو منتظمة. العينة العشوائية العنقودية أو متعددة المراحل، وهي يتم اعتمادها عندما يكون المجتمع الأصلي كبيرا وغير معروف للدراسة، وأفرادها غير معرفين لاختيار عينة منهم، بحيث يتم تقسيم المجتمع إلى وحدات أولية، ويتم اختيار عينة من هذه الوحدات كمرحلة أولى، ثم تقسم كل وحدة إلى وحدات ثانوية تؤخذ فيها عينة كمرحلة ثانية، ثم تقسم إلى وحدات أصغر تؤخذ منها عينة كمرحلة ثالثة، وهكذا حتى نحصل على عينة لمجتمع الدراسة. وتناسب هذه الطريقة مثلا التقسيمات الهرمية، بحيث تشكل عنقودا، لذلك تعرف بالعينة العشوائية العنقودية. فمثلا إذا أراد باحث أن يركز دراسته في 8 شعب من 4 كليات تتبع لجامعتين من جامعات البلاد المتعددة، يقوم في مرحلة أولى بوضع المعلومات في 3 مستويات هرمية، المستوى الأول الجامعات، المستوى الثاني الكليات، المستوى الثالث الشعب. في المرحلة الثانية يتم اختيار عشوائي لجامعتين، في مرحلة الثالثة اختيار عشوائي ل4 كليات، في مرحلة رابعة اختيار شعبتين من كل كلية بالكلية الأربعة التي وقع عليها الاختيار، وفي مرحلة خامسة اختيار مفردات العينة بإحدى الطرق العشوائية السابقة كالطريقة العشوائية العينة العشوائية البسيطة أو العينة العشوائية المنتظمة. العينة العشوائية العمدية،
العمدية أو التحكمية التي تعتمد أساس حر من قبل الباحث وحسب طبيعة بحثه، إذ يكون للباحث فيها سلطة مباشرة أو غير مباشرة في عملية اختيار المفردات ضمن العينة، وقد تكون مفيدة عندما يشعر صاحب القرار أن بعض المفردات في المجتمع هي أفضل من المفردات الأخرى في تمثيل ذلك المجتمع الإحصائي، كمثال اختيار طلب المتفوقين والمطالعين للكتب لمعرفة مدى ملائمة مقتنيات مكتبة الكلية للرقي بمداركهم كمثال. العينة العشوائية الحصصية، وتبدو العينة المختارة بطريقة الحصة مماثلة لعينة طبقة المجتمع الأصلي، بحيث مثلا في مثال إذا أراد باحث اختيار عينة حصصية تتكون من 50 عنصرا لدراسة مدى الاستفادة من مكتبة الكلية من مجتمع إحصائي موزع كالتالي، فيه تمثيلية للطلبة وهيئة التدريس مثلا وهيئة الإدارة والزوار، يتم في مرحلة أولى حساب حصة كل فئة من فئات المجتمع الإحصائي، بحيث أن وزن أو حصة الطلبة تشكل 36 من مجموع عناصر العينة، في حين تمثل حصة هيئة الإدارة مثلا فقط 3 عناصر، حتى تكتمل 50 وحدة إحصائية مشكلة للعينة. المتغير الإحصائي la variable statistique ou bien le caractère statistique وهو الميزة الإحصائية أو الظاهرة أو الخاصية التي تميز موضوع الدراسة، والذي تتغير قيمته أو وجهه من عنصر إلى آخر من عناصر المجتمع الإحصائي أو العينة الإحصائية، ويرمز له بالرمز X X1، وتمثل الوجه أو القيمة التي يأخذها المتغير في الرتبة رقم 1 X3، وتمثل الوجه أو القيمة التي يأخذها المتغير الإحصائي في الرتبة 3 وهكذا. والمتغير الإحصائي نوعان، إما متغير إحصائي نوعي وهي بيانات غير رقمية أو بيانات رقمية مرتبة في شكل مستويات وفي شكل فئات رقمية مثلا، ويصنف إلى صنفين، بيانات أو متغير إحصائي نوعي اسمي une variable statistique qualitative nominale وهي بيانات غير رقمية تتكون من مجموعات متنافية كل مجموعة لها خصائص تميزها عن المجموعات الأخرى، كما أن هذه المجموعات لا يمكن المفاضلة بينها، مثال النوع متغير وصفي تقاس بياناته بوجهين ذكر أو أنثى، فمثلا الحالة الاجتماعية متغير وصفي تقاس بياناته بأوجه، مثال عازب متزوج مطلق أرمل مهجور مثلا. وهذا النوع من البيانات يمكن ترميز مجموعاته بأرقام، فمثلا متغير النوع يمكن إعطاء النوع ذكر الرمز 1 والنوع أنثى الرمز 2، أو بيانات أو متغيرات إحصائية نوعية ترتيبية des variables statistiques qualitatives ordinales وتتكون من مستويات أو فئات يمكن ترتيبها إما ترتيبا تصاعديا أو تنازليا، من أمثلة ذلك مثلا ميزة الطالب فهي متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار ترتيبي مثلا تنبيه تشجيع تنويه امتياز، المستوى التعليمي متغير وصفي تقاس بياناته بمعيار ترتيبي بدون ابتدائي ثانوي إعدادي ثانوي تأهيلي جامعي عالي وهكذا، وإما متغير إحصائي كمي des variables statistiques quantitative هي بيانات يعبر عنها بأرقام عددية تمثل القيمة الفعلية للظاهرة، وتنقسم بدورها إلى قسمين، متغيرات إحصائية كمية منفصلة des variables statistiques quantitative discontinue وهي المتغيرات الكمية التي تأخذ قيما عددية محددة صحيحة ولا تحتوي على قيم كسرية، عدد أفراد الأسرة مثلا عدد وحدات الإنتاج،
أو متغيرات إحصائية كمية متصلة des variables statistiques quantitatives continues وهي متغيرات كمية التي تأخذ قيما تكون عددا صحيحا وكسرا من وحدة القياس كمثال الدخل اليومي بالدرهم الطول بالسنتيمتر الوزن بالكيلوغرام درجة الحرارة المساحة بالمتر مربع وهكذا فإذا الوضعية العائلية متغير إحصائي نوعي اسمي عدد أيام الغياب المبرر في السنة هي متغير إحصائي كمي منفصل النوع الاجتماعي متغير إحصائي نوعي اسمي الوزن متغير إحصائي كمي متصل مثلا ظروف العمل متغير إحصائي نوعي ترتيبي فيه نوع من المفاضلة أو من الترتيب سيئة مقبولة مستحسنة جيدة ممتازة وهكذا ففي دراسة على 45 أسرة طرح سؤال ما عدد أجهزة التلفاز المتوفرة بمنزلكم؟ فجمعت الأجوبة التالية بشكل خام d'une manière brute فإذا المجتمع الإحصائي 45 أسرة الوحدة الإحصائية أسرة واحدة المتغير الإحصائي عدد أجهزة التلفاز بالمنزل نوعه إذن متغير إحصائي كمي منفصل ويأخذ قيما تتمثل أساسا في القيمة 0 القيمة 1 القيمة 2 القيمة 3 القيمة 4 والقيمة 5 للجواب عن سؤال كم أسرة تتوفر على تلفازين علينا أن نحسب كم مرة تكررت القيمة la valeur 2 وهو ما سنراه في الفصل الثاني المرتبط بالتوزيعات التكرارية شكرا على حسن تتبعكم